في مباراة الدحيل الشوط الأولاني كان مختلف خالص عن الشوط الثاني. الشوط الأولاني كنا متسيدين اللقاء ونقدر نكسب بهدف واثنين وأكتر كمان. الشوط الثاني الموضوع بقى أصعب شوية علينا، ليه؟ ايوه طبعا، الشوط الاول كنا مركزين جامد صراحه. هو بتعرف انت في الشوط الثاني فريق الدحيل عمل تغييرين، عمل دخل اللاعب المعز علي، ايوه، والمونتاري ولاعب دودو خش على نص الملعب، وفضل ادميلسون ولا مش عارف ادميلسون ناحيه الشمال، ايوه، وغيروا المهاجم برضه. طبعا هم عاوزين يجيبوا جول علشان يتعادلوا، فاهم؟ احنا الحاجه اللي اظن انها ما كانتش ايجابيه بالنسبه للفريق تبعنا اننا احترمناهم في الشوط الثاني، او لا، او رجعنا للخلف شويه، وما كان في اوقات لازم اننا نحافظ على الكوره وناخذ برضو ثقه في بدايه الشوط الثاني، ولكن اهم حاجه اننا استطعنا اننا نبقى محافظين على الهدف والتاهل الحمد لله.